مفيش خلاف ان احنا بندعم المراه وبنحافظ على استقلالها، ده بيأثر ايجابيا في المجتمع كله. والاستقلال المادي مش مجرد حصول المراه على دخل خاص، الاستقلال المادي يعني اعتمادها على نفسها، ثقتها في نفسها، وده بيأثر تاني عليها وعلى بيتها وعلى المجتمع كله. وده اللي ايفون بتقدمه لاعضائها، بتقدم فرصه لزياده الدخل لكل السيدات حوالين العالم. ايفون مش بس بتؤمن بمساعده المراه اقتصاديا، ايفون بتدعم المراه في جميع المجالات. فايفون لحد النهارده اتبرعت بمليون دولار لمكافحه سرطان الثدي والعنف المنزلي ضد المراه. ايفون بتوصل رسالتها للعالم من خلال حمله الجمال غايه، الحمله هو هدفها دعم ومسانده المراه في كل المجالات. ايفون بتقدم منتجات عاليه الجوده عشان الاعضاء يبيعوها بسهوله وبثقه، فده يديهم الاستقلال المادي وتوفر لهم فرصه للكسب وتحقيق الاستقلال. الاستقلال المادي بيديهم احساس بالثقه والحريه، وده هدف حمله ايفون، حمله الجمال غايه. ايفون هدفها قائم ومستمر من 125 سنه. ايفون مش بس هدفها بيع منتجات وتحقيق ربح او زياده دخل للناس، ايفون بتخلي للجمال معنى وهدف اسمى. ايفون هي للجمال غايه.